بنت باب الشعرية من صغرها شقيانة عشان تكسب في اليوم من 50 جنيه المية. أم مجدي واللي زيها كتير بتجري ورا قمة العيش، عندها 3 أبناء وهي الأم والأب ليهم. تخيلوا إن الست دي من الصبح لبالليل شقيانة وبتأجر العجلة الساعة باتنين لتلاتة وبتراضي كل الأطفال وبتساعد أمها كمان، ربنا يديها الصحة. هي دي الستات اللي محدش يعرف عنها حاجة في السوشيال ميديا، ستات مصريات جدعان محترمات لما يقولوا ان احنا قد المسؤوليه بيكونوا قدها، زي ام مجدي في حاره السهاريج في باب الشعريه. انا بتمنى من حضراتكم تدعموها لانها تستاهل الدعم. كان يقول لازم تقلع الشبشب، فكنت اقلع الشبشب وابقى حافي. بيتها اتخرب بسبب ان هي كانت بتيجي تخدمني وانا تعبانه. مين فينا ما عندوش ذكريات مع العجل؟ ام 3 وام 2 والرالي وال 28 وال 18، كلنا عندنا ذكريات، وكنا نروح نشتريها او نأجرها من عند واحد معروف. في رود الفرح كان عندنا عم بطاطا، وعندنا في المناصره عم فانوس، ففي ناس كتير جدا كنا نعرفها. الحاجه الاغرب ان تلاقي ست محترمه هي اللي بتعمل الصنعه دي والى الان محتفظه بيها، وهي كمان اللي بتدعم كل اهل المنطقه وكمان الاطفال الصغيرين وبتديهم العجله ويأجروا. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. اول حاجه انا عايز اسالك بقى سؤال، اشمعنى موضوع العجل ده بالذات مع ان انا طول عمري عارف ان الرجاله هم اللي شغالين، اول مره اعرف ان دي ست هي اللي بتشتغل في الحاجه دي؟ يعني انا قلت اجيب العجل ده ان انا اعين بيه عيالي. نعم. وان انا اعرف يعني بعرف اصلح فيه حاجات واربط فيه حاجات. نعم. فانا اللي بجيب جبته وقلت اشتغل او اعين عيالي بيه. الساعه بتاجريها بكام؟ يعني مش بدقق مع العيل. لو عيل جاء لي معايا 5 جنيه اقول له طب ماشي، عيل يقول لي طب معلش يا خالتي معايا 4 جنيه يبقى لي جنيه اقول له طب ماشي. مش بتفرق. في رهان بقى بتسيبيه بيسيب ولا حاجه؟ لا لا لا، حتى بيجيبوا لي العجل بايظ ويفضلوا يعيطوا اقول لهم طب خلاص انا مش بقبل العوض، انا معايا عيال زيكم. انا عايز اقول لك حاجه، ان ايام زمان ايام زمان انا لما كنت اروح اجر عجله كان عندنا في رود الفرج واحد اسمه عم بطاطا. دوم بقى المشكله ايه؟ كان يقول لازم تقلع الشبشب، فكنت اقلع الشبشب وابقى حافي. وبعد كده ارجعه اتاخر نص ساعه برضه يسيبني امشي زي حضرتك كده. انا بسيب العيله اصل احنا معانا زيهم. نعم. طب بالنسبه مثلا لو العجله اتخرمت انا اللي بصلحها بتلحميها؟ بلحمها. عندي عده اللحام بتاعتها وعندي الصنفره وكل حاجه بتاعت عده العجل. مش حاسه ان موضوع تاجير العجل ده والصنعه دي بتبقى صعبه على الستات؟ هي صعبه بس اهل الشارع بصراحه ربنا واقفين في ظهري. لما حد بيجي بيتكلم معايا بلاقي واحد واتنين واقفين في ظهري. اكتر ناس بتيجي تاجر من عندك بقى الصبيان ولا البنات؟ لا الصبيان. 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 في بنات بتيجي صغيره دي كده؟ بييجوا ياخدوا الحنطور. الحنطور اللي هو اللي هناك ده هو. ايوه. اللي هم يعتبروا الثلاث عجلات. هي دي بتبقى سهله ليهم. ممكن بقى يركب حد قدام ولد واخته ورا او العكس نفس الوقت. الكبيره بيركب عليها 3. انت اول حاجه انت عندك كام عيل؟ انا معايا 3. 3 كلهم صبيان؟ لا ولدين وبنت. ولدين وبنت. كلهم في المدرسه؟ لا ما بيطلعوا يشتغلوا عشان يساعدوا معايا المعيشه. لكن البنت اللي لسه في بدايه الدراسه بتاعتها. يعني الولدين ما بيتعلموش، كام سنة؟ عندي 14 سنة و 13 سنة. ونوال 6 سنين. طب أنتِ إيه اللي نفسك فيه اللي أنتِ بتقولي أنا نفسي في حاجة بس أنا مش لاقي حد إن أنا أقولها له؟ هو ربنا بعتني ليكي، لأن خلي بالك ربنا. أنا أقول لك على حاجة قبل ما تفكري، فكري كويس جدا عشان تقوليه الناس كلها هتشوفه. وفي نفس الحاجة كمان إن أنا بتاع أكل. أيوه. بس إن أنا يعني أتفاجئ إن حضرتك وأنا داخل كده مع نفسي وبشوف كده الاقي حضرتك قاعده بتعملي عجل، ده بالنسبه لي بصراحه شرف ان شرف انا اعمل مع حضرتك لقاء واصور معاكي. فانت دلوقتي اللي نفسك فيه الناس كلها هتشوفك وانت قولي اللي نفسك فيه. انا بصراحه ربنا انا قدمت على معاش المشيخه، هو ده لو جه هيساعد معايا في المعيشه، هو ده اللي انا عايزاه بس، معاش المشيخه. كام المعاش؟ مش عارفه بصراحه. بس اللي اسمعه ان هو بيتعمل بس لازم يبقى عندي 60 سنه. فحاولت اقدمه ان انا معايا طفل مريض فرفضوه. ابنك مريض عنده ايه بقى؟ مولود عنده اورام على الكلى. اللي هو الكبير. الكبير. فطبعا انت بتروحي وتيجي مستشفيات معاه وكده هو. ما بعالجه في مستشفى الحسين. والاورام بتاعته في مستشفى الحسين كلها. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان حضراتكم، ادي الحاله عندنا اهي، واحنا بننزل وبنلف الحواري وعشان خاطر نجيب حضراتكم نماذج مصريه محترمه. فانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان رسالتها توصل لمن يهمه الامر، وان هو فعلا يدعمها ويقف معاها. والمعاش يعني اعتقد ان هو مش هيكون حاجه كبيره، يعني كلها هي ماشيه على الله سبحانه وتعالى. احنا بقى مكاننا هنا فين حضرتك؟ واحد حاره السهاريج. طيب اقرب مكان نقدر نيجي منه فين؟ من سوق باب الشعريه. يعني دخلنا باب الشعريه من السوق.
تمام، وبعد كده نسال على حاره السهريه. واحد حاره السهريه. طب نسال بقى يعني حضرتك هنا هو المعروفه باسم ايه او مين اللي بيأجر عجل او مين الاسم؟ انا مشهوره هنا بهنا بام مجدي بابن الصغير. ابنك الصغير مش الكبير اكيد الصغير ده شقي. شقي عشان كده معروف. معروف انا هنا بام مجدي بتاعه العجل. ربنا يبارك لك، ربنا يرزقك وربنا يفتح عليكي وان شاء الله خير يا رب. وما تقلقيش، خير ربنا سبحانه وتعالى هيجي. ربنا يبارك. وانا متاكد ان خير ربنا سبحانه وتعالى هيجي بفضل الله سبحانه وتعالى، والمعاش بتاعها بفضل الله بفضل الله بفضل الله. وانا هحط رقم تليفون حضرتك، ربنا يبارك لك، وهيتصلوا بيكي ان شاء الله يا رب. وفي ناس كتير جدا هتبقى عايز دعمك يا رب، فان شاء الله خير. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك خيرك. تعالوا بقى نتكلم على الست اللي شايله المسؤوليه اللي شايله الهم، ام مجدي. يعني الناس كلها هنا قالت لي على حضرتك. ازيك يا حاجه؟ ازيك انت؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد طبعا لله. انا بقى زي ابنك فهحط لك المايك هنا. عايش. انا 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 دلوقتي عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني انا شايف هنا ان بنت حضرتك شغاله في العجل. ايوه. وانت شغاله تعتبر في السوبر ماركت بتاعك الصغير. معايا حبه حاجات كده بنجيبهم نحطهم برده. نعم. عشان برده نعاون مع نفسينا برده، عشان انا اصلا ماليش معاش. نعم. باخد 500 الا 10 فما يكفونيش هي ومصاريفها. فهي كانت زعلانه مع جوزها وطردها وقاعده معايا. نعم. فبس احنا عملنا المشروع ده، جت فكره كده عملناه، ولاد الحلال وقفوا جنبنا. فاحنا مش عايزين حاجه من الدنيا الا الستر، هي اللي بتاكلني وهي اللي بتجيب لي علاجي وهي اللي بسطاني. بس طيب. بعد ابني ما مات الله يرحمه، بعد جوزي ما مات، هي اللي واقفه جنبي. يعني هي بنتك الوحيده؟ لا، معايا ولدين بس يعني كل واحد في حاله. نعم. لنسوانهم يعني. نعم. بس هو اللي كان عندي حنين اللي هو ربنا افتكره. بس. الله يرحمه ويسامحه. والراجل بتاعي، وهي بصراحه بيتها اتخرب بسبب ان هي كانت بتيجي تخدمني. نعم. وانا تعبانه. يعني بيتها يعني اللي حصل لها ده بسبب ايه؟ انا عشان جوزها ما كانش عايزه تيجي تسال عليا ولا تخدمني ولا تيجي تقف جنبي مني. انا بس ببعت رساله لاي زوج بيمنع زوجه ان هي تروح لامها وابوها يخدموها، انا بقول له راعي ربنا سبحانه وتعالى. لا مش بيراعي ربنا. لان هيجي يوم عليك، هيجي يوم عليك هتقعد وهتتمنى ان حد من ولادك يجي يزورك. افعل ابن ادم كما تدين تدان. بس في حاجه عايز اوريها لحضراتكم، ان الحاجه بتبيع تعتبر كل المنتجات دي، وزي ما انتم شايفين كده يعني الموضوع مش مستاهل ان حاجات بسيطه إن يعني حاجات بسيطه زي ما قالت يعني حاجات بسيطه. بننزل الساعه 10 الساعه 8 الصبح، بنطلع الساعه 10 بالليل. يعني انت بتفتحين 8 الصبح؟ من 8 الصبح عشان نسترزق. نعم. عشان الصبحيه حد يجي ياخد مننا حاجه وكده. نعم. زي ما هي طلبات بس دي بس كده اللي احنا قاعدين بيها بالبحر. ربنا يخليك يا امي. والله انا عامله كل ده وبقعد معاها وقاعده نفسي. المفروض ان انا ما اقعدش القعده دي، ان انا تعبانه لازم انام، فبقعد عشان خاطرها هي ما حدش يضايقها. نعم. ان هي وحيده معايا على الصبيان. ومعايا اثنين صبيان، يعني كل واحد في حاله وبيته. وحيده معايا على الصبيان. ومعايا اثنين صبيان، يعني كل واحد في حاله وبيته. كل واحد بيقول يلا عين لعين على ده. بصي انا هقول لك على حاجه، اجي اقول لحضرتك ان اي حد بيزعل امه الا دعوه الام. الا بص، خلي بالك من دعوه امك. انا امي الله يرحمها كانت بتقول لي ربنا يحبب الناس فيك، وخالتي الله يرحمها كانت بتقول لي ربنا يحبب الناس فيك. انا نفسي ما كنتش اعرف الدعوه دي قيمتها الا لما امي الله يرحمها ماتت. انا كنت اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لو امي ترجع، ده كان يبقى موضوع تاني. فاي واحد عنده ام حافظ عليها، ما تهملش امك. صدقني انت هيحصل لك ضرر كتير جدا في حياتك. انت هتسال عن امك وابوك. ماشي، الزوجه هتسال عن زوجها، لكن الابن هيسال عن امه وابوه. ايه اللي عملوا معاهم وايه اللي حصل معاهم؟ خلي بالك، العمر بيعدي والدنيا هتلهيك، وبعد كده هتلاقي نفسك للاسف بين يدي الله. راعي ربنا وخاف ربنا واسال على امك. دي رساله انا ببعتها لكل واحد قلبه قاسي، قلبه كده فيه غل، مراته بترغله في ودانه. يا اخي ما ينفعش. الام ام. انا مش قادر اقول لك على غير ربنا يبارك لك يا رب يخليك، ربنا يرزقك يا امي، ربنا يفتح عليكي ويجعلك مستور على طول ويسترها معاكي ويديك الصحه يا رب يخليك، ربنا يبارك لك. ما تحرمش منك ابدا. انت تحب بقى ايه اللي نفسك فيه؟ انا مش اللي نفسك فيه كده قولي كده. صدقني والله ما نفسي في حاجه. انا نفسي ان انا اعيش كده مع بنتي استطرها شويه، ومش نفسي في حاجه. نفسي ان يوم عملنا بس معاش المشيقه. انا طلبته كذا مره وما بتعملش. يقولوا لك بتقعد باب الشعريه كلهم مبسوطين، في المبسوط وفي الحلو وفي الوحش. نعم. فبياخدوا ده مع دوت. هو اللي احنا طالبينه بس يساعدنا بس. ده بس المساعده اللي احنا. انا بوجه رساله للمحترم شيخ الازهر. انا بتمنى له
ان هو اتمنى الرساله بتاعتي توصل للشيخ لازر المحترم ولمن يهمه الامر، اتمنى يتعمل لهم معاش بسيط. ثلاثه والام وهي لوحدها شغاله، ربنا يبارك لها. تحبي بقى تقولي ايه لبنتك؟ ربنا يسترها معاها ويقف لها اولاد الحلال. نعم. شيماء بنت نوال. ربنا يديك الصحة يا أمي يا رب يخليك وربنا يزيدك يا رب يخليك ويفتح عليكي يا رب يخليك ويكرمك الحمد ويرزقك لله من حيث لا تحتسبي يا رب يستر وفضل الله وشينا هيبقى خير عليكي يا رب يخليك وعون الله وشينا هيبقى خير على حضرتك يا رب يبارك لك ربنا يخليك يا رب يسترها معاك ربنا يخليك ما تجيبش منكم ابدا يا رب يخليك يا حبيبي هي دي رسالة أنا ببعتها يا رب يخليك لكل من يهمه الأمر وللمحترم شيخ الأزهر ولكل من يهمه الأمر في الدولة كلها أرجوكم ساعدوا الحاجة وبنتها ومعاش بسيط هيريحهم طول العمر شكرا.